معنا من وسط لندن عصام عكرماوي مراسل بي بي سي. عصام، الملاحظات الأساسية على هذه التظاهرة سواء من حيث الحجم أو من حيث المطالب. بالفعل عصام، هذه مظاهرة كبيرة، ربما تكون المظاهرة الأكبر منذ عام 2002 عندما خرجت مظاهرة شارك فيها مليوني شخص ضد الحرب على العراق. هذه المظاهرة دعت إليها جهات منظمات ونقابات عمال وعدد كبير من معارضي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكسيت. هذه المظاهرة كانت قد أعدت في السابق كما ذكرت في المقدمة العريضة الإلكترونية التي بدأ العمل عليها في شهر فبراير شباط الماضي. صباح اليوم وصل عدد الموقعين عليها إلى أكثر من 4 ملايين موقع، بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين وصلوا اليوم من مختلف أنحاء المملكة المتحدة إلى هنا في لندن للتعبير عن معارضتهم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومطالبة حكومة تريزا مي بإعادة النظر وتنظيم استفتاء ثان لكي يقول الشعب كلمته حول هذا الأمر. بالنسبة إلى هذه المطالب بالاستفتاء، هنالك من يقول أنه كيف يمكن أن نراهن على استفتاء آخر طالما أن الشعب قال كلمته مؤخرا؟ لماذا مرتين مثلا؟ يعني تحدثنا مع الكثير من المشاركين في هذه التظاهرة اليوم وقالوا أنه حتى الآن صوت مجلس النواب مرتين على مقترحات تريزا مي للخروج من الاتحاد الأوروبي، فلماذا يحرم الشعب من فرصة ثانية؟ هذه كانت وجهة نظر العديد من المشاركين هنا، أن الآن هناك معلومات لم تكن متوفرة قبل عامين ونصف عندما شارك المواطنون في الاستفتاء الأول، لكن الآن هناك معلومات أكثر وهناك تداعيات خطيرة تلقي بظلالها على الحياة في بريطانيا سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية. لذلك حان الوقت لكي يستمع السياسيون إلى الشعب الذي عليه أن يقرر مصيره بنفسه. يعني ماذا يبرر المتظاهرون السبب وراء قبولهم البقاء في الاتحاد الأوروبي؟ هل هي اقتصادية، هل هي سياسية، هل اجتماعية، أم ما هو السبب الذي يتحدثون عنه؟ يعني تحدثوا عن التداعيات الخطيرة، مثلا نظام التأمين الصحي الـ NHS في بريطانيا الذي يعمل فيه آلاف الأجانب أو مواطني دول الاتحاد الأوروبي. أيضا تحدثوا عن الأدوية التي تصل إلى هنا، تحدثوا عن فرص العمل المفتوحة أمام البريطانيين للعمل في دول أخرى، تحدثوا عن الكثير من هذه الأمور، عن المواد الغذائية مثلا التي تصل الاتحاد الأوروبي، عن سهولة التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي. وكل هذه الأمور يعتقدون أنها مكاسب وهي يعني تثري المشهد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة المتحدة. حذروا من خروج الاستثمارات من هنا إلى دول أخرى في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. إذن هناك جملة كبيرة من الأمور التي يعتقد المشاركون في تظاهرة اليوم أنه يجب أخذها بعين الاعتبار، لأن الخروج برأيهم سيكون كارثيا. عصام عكرماوي مراسل بي بي سي كنت معنا من وسط لندن، شكرا لهذه المشاركة.